قال لك بالنسبه صعبة. لموضوع الكلام، انت يعني ده ان انت مش بتتكلمي زي بقيه الناس، ده من وانت صغيره ده مرض يعني؟ انا هلا ما الموضوع ده ابتدوا يكتشفوه امتى؟ شو التفاهه اللي قالت؟ اسال سؤال جميل جدا. يلا نبتدي من جديد. طيب تعال كده اسئله عجيبه. عزوز فاتك السؤال. دي عزوز دي فاتك السؤال. عزوز اقعد. دي احسن دي اكبر. بس ما ينفع انت عندك مخضة هذه وانا مخضة هذا، المفروض العكس، المفروض انت هذه واعطيني هذيك. لا فيش طهر. يلا ترى ما راح اقدر اقعد. على الحجم على الحجم. طهر يعورني والله. ولا يعورني انت عندكم يعورني يعني يوجعني يعني كيف تبن؟ يعني يا حصان تبن نشفت الجبن؟ يلا عادي شوف قلبي. يلا حبيبتي عطيها عطيها. خذ خذ خذ. صعبة خذ. انت بعيني. مرة ثانية بسرعة. ها اقعد يا عزوز. معلش بكره تشوف يا عزوز بكره. نقعد كده ايه؟ اوه اسد اسد شرباتك يا عزوز. تصدقين احلى من ريحتي. لا انت مقرف وخايف. يلا نلعب. مقرف وايه؟ يا الله خايف يعني خايف. يلا يلا عورني. يلا قدامنا نص ساعة. لا هنا احسن. بنات نص ساعة ريلي هتعورني. واحد اثنين ثلاثة. يلا لا اخليك ثاني. ريلي هتعورني. صبع رجلك هيسأل صبع رجلي الصغير. شفت لي محمد مغرب 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 مغربي. لا خلها جد. خلونا نلعبها بالدور وجد يعني. هاي ثم يختار اللي بيسأل. لا 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 بعدين راح نطول راح نطول كذي. ما عليه. لا 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 انا عشان العموم يسأل. خلي يمكن عشان ما يجي احد يسألك صراحه. عزوز خلينا نلعب لعبه صح ارجوك. يلا بس عشان العموم يسأل. دي عشان العموم يسأل. انت تسألني الزلف. يلا زلف ايه تسألني؟ روح. انا ما شربتش سجاير قبل كده. مغرب مغرب مغرب. يلا عاد سيدي تبون دور احلى منك. اسالي. لا لا نعطيك الفرفيشه. يا ربي صافي. لعبت انا لعبت وخلاص. انا حسأل محمد وبعدين هنلعب وخلاص. جعفر خلي ركز يا محمد. عباس عباس كم مره انجرحت؟ احنا صوتنا تعبان ما حنصرخ يعني ما يصحش. كم مره انجرحت في حياتك؟ مرة من شوكة ومرة من سكينة. عزيز والله العظيم لما يجي دورك وتحب تتكلم بجد حنزعجك. يلا يلا يا محمد خلينا نلعب. احنا راشدين مش صغيرين. بس سؤال خاص قلت لك بلاش عشان احنا فوزي دراع. بس سؤال واحد انا نقول خليه بالدور وكل واحد يختار يبي عشان نسال العموم. عشان لا 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 عباره مش هيك. اول شيء قومي نام انت. يلا ما حد يبي يتكلم. طب يجاوب وحنلعب زي ما انت. يلا يلا هاي تم اسالني وانا اسال. سلوى وسلوى لا 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 مو كذي. مثلا طاهر اختار اللي تبي تسالينه. مثلا هيثم. اوكي جود. هيثم اختار اللي تبي تسالها. خلاص يا عزوز فهمنا والله العظيم. اقسم بالله يا عزوز فهمنا والله العظيم. شوي شطول. يلا يلا اسالي. كرز كرز. اتجرحت كم مره في حياتي؟ جد مبو عامل. لا مش كده يعني. في حاجات كتير بتقابلنا في الحياه بتبقى مش موفقه يعني فبنتجرح بس يعني ما يتعدوش يعني ده عادي. هناخد اتصال. الو الو معانا مداخله تليفونيه. عايزين عايزين تحكم على الدكتور. الو 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 لو سمحت ممكن اشترك في البرنامج. خلاص الو خلاص. في حاجات كتير بالنسبه لو انت تجبدنا وبعدين تقول خلاص. مكالمه عزوز عاطفيا انا الحمد لله. ممكن اسال الزلف؟ الو سؤال للزلف اللي قاعد. تفضل الزلف. عايز يسال الزلف كيف يسوي بس لو سمحت. الزلف هذا طق بنعل يعني لازم تفهمنا على النديه. طق 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 بس هذا سؤال. طق طق بس ما تقرحش. لا خلاص مش انت صراحه كذا بتبيخونها. انت هذه يعني هذه شعريه. انت مره قرحت في حياتك مودي. اول شيء اول شيء مو شغلك. سؤال خالص. اول شيء بلا لقافه. ثاني شيء ما حد بعد شرق منها وراك خربت. روح نام. يلا 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 نكمل يلا نكمل يلا نكمل. طق طق طق. يلا خلاص حبيبتي سلوى مستانسه. هيا بينا هيا بينا نكمل. يلا عاد سلوى. لا لو ما كملتوش بسرعه هقعد اضرب فيه. هقعد اضرب فيه. ايه لازم تكملوا. والله لا اول ما حرفت انت ايه. يلا بينا خلنا شو بتسموه؟ انت بتسحب مني زف. نهارك اسود على راي جاك. يلا يا على راي رومي. اكلت الثاني دي. اوكي
انتي بتموتي بتجحصي لا بسري الارض بترفس بترفس هي بقى دلوقتي فهي ايه استني طارة اول شيء انا بحط طري لك كوشي هذا رقم واحد لان اذا ما شلت الحين راح احط ريل بوينت هذا دائما دائما نلبس شيء عالي عشان ننطوار حد ما الكبر حد يحط على فكره على فكره ميداليه ميداليه ثانيه ثانيه انا هتكلم عنك لابس شراب عليه اسود وممكن يبهدلك لو عمل كده ممكن تتاكلي في منت فانت خدي بالك منه عارفه بجد احذري من عزوز انت عرفت اوي اوي اخرك الكعب اللي في رجلك هذا اللي اخذ من ايه بات يا دمونه مين يلا يلا نخلص يلا خلاص 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 هس 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 يلا لعب يلا يلا يا سلوى دورك انا ممكن يا سلوى دورك دورك يا سلوى لا جد جد خلاص خلاص جد جد يلا اساله اساله اسالك يلا لا انت انت اختاري شخص معين وسالي سؤال بعدين يجي دوري يلا خلاص كسهم ايه ايه كروسون ايه ايه اللي انت قلتيه خليني افكر بسؤال عزوز كم مره حبيت بحياتك مره واحده امسين معانا الرقصه الشعبيه يلا بينا كم من فتره قريبه يعني بس حبيت يا عزوز بجد انت حبيت بجد حبيت يعني عرفت شو معنى الحب عزوز عزوز مش بيحب زي بقيه الناس خلاص احنا هنا جد شويه جد خلاص ما عنديش حل غير ان اسم لا والله جد اقسم بالله على فكره يا طهره ترى انا كنت بني ادم خالص غير عن اللي انت شفتيه بالاكاديميه هنا ليه؟ ليه؟ يعني كنت رومانسي كنت رومانسي لا 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 عن جد لا يعني يعني كنت باخذ الامور شوي بجد يعني بسيريس اكثر حساسيه قبل الحب كل الامور لا لا مش قبل الحب يا لا بعد الحب احبك انا عايزين تحكوا لا يلا اه بنحكي كده انا نفسك بجد شوف ايوه كده حروح انام اوكي اوكي انا سالته يا ناس ياهو يا شعب انا حبيت مره واحده في حياتي و ايوه يلا روح لان سلوى انا عن جد يعني اذا حبيت شخص ما بحبش يعني حب عيال او حب اطفال يعني بحب الشخص بحبه بجد بوفي له بشوف بشوف شخص ثاني بعيني غيره صح وصار موقف خلاص الحمد لله يعني ارتحت الحين صح طيب انت فركشته يعني طفى النار اللي في قلبك هلا خلاص سؤال واجابه هو قال لك رجع خلاص انت 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 مالك انت الحركه حقوق ما ضربت يا محمد سوي لي حركه برضه انا قدر ما تزبطش يلا كملوا مين عايز زود زود يلا عزوز ما يصير عليك انت الدور يا عزوز عزوزي عليك الدور شت شت موقف غير لك حياتك كلها موقف غير لحياتي كلها بس عن جد يعني يعني موقف بجد حصل لك غير حياتك كلها كلها او بديت تعاتب نفسك تسال نفسك يعني انا عملت كده ليه يعني حاجه وحشه عملتها حاجه وحشه حاجه شفتها حاجه حصلت لصاحبك غيرت حياتك موقف كده يعني خلاك تتغير لا بص انا مبدئيا انا من يوم ما اتولدت وانا حياتي ماشيه الحمد لله كويسه ومفيش حاجات اثرت فيا لدرجه ان انا اتغيرت يعني من يوم يعني كنت يعني كانت شخصيه ابتدت تتطور كنت قد ايه كانت عندك شخصيه لا يعني الشخصيه كانت من مرحله الطفوله ابتديت اكبر كانت عندك شخصيه اديني مخده بس فبقيت زي ما انا يعني مفيش حاجه جذريه حصلت غيرت لي حياتي خلتني مثلا من واحد كئيب بقيت مرح او من واحد مرح بقيت مكتئب لا طبيعي سقفه بقى كبيره بقى سؤالك الو نسال المتصل خليني اسال اقوم ليش انت دائما تقطعي اجيب سليمه خلينا نلعب اوكي عزوز سؤال بقى لهيثم قصه السبايكي ابتدت معاك من امتى؟ ابتدت السبايكي دي قصه طويله سؤال بجد عمرك حبيتي هيثم قبل كده؟ انا؟ انت شي زلقت على الهواء روح هيثم يلا انا والله انا احب بس بصراحه بجد اي جد احب والله جد احب امي كثير وابوي بتحب ما حبيتش بنت قبل كده في حياتك احنا مستهدفين هلا شوفوا استهداف استهداف عن جد عن جد ممكن نحذف طوبه دلوقتي وزيو طب يلا خلينا نكمل يلا قول قول عمرك سؤالك خايف صراحه عمرك حبيت كده حصانه قبل كده مغربي والله خباز بجد بجد انت خباز بس هو بص صح نحن هلا رياكشنات لعبوا انا مقدم ايفنت النهارده مش كويس ومخنوق رياكشنات وشه ورياكشنات وشه بتقول ان هو بيهزر لكم استنوا استنوا تعرفوا اللعبه اللي عليها بشو الهدف منها اصلا